استمرت الاشتباكات التي تخوضها المعارضة السورية المسلحة ضد عناصر قوات نظام السورية الفارين من مشفى جسر الشغور بريف إدلب صباح اليوم في البساتين والمنازل القريبة من المدينة. وقال الناشطون إن فصائل جبهة النصرة وحركة أحرار الشام وبقية الفصائل تخوض اشتباكات عنيفة مع عدد من الجنود الذين يحاولون الوصول نحو قرية الكفير، بينما لا يزال الطيران الحربي والمروحي التابع للنظام يستهدف محيط المدينة بالغارات في محاولة منه للتغطية على قواته التي انسحبت من المشفى باتجاه الجنوب. هذا وقد أعلنت فصائل معركة النصر قتل وأسر العشرات من هذه القوات.